محطتي الأخيرة، ها قد وصلت إلى محطة الرحيل بلا رجوع أو بكاء أو عويل. عزيزتي لا تزعي لا تحزني، فلم البكاء على قضاء من قديري؟ الكل يمشي للمصير بطوعه ليذوق طعم الموت والتكفين. في ظلمة اللحد الرهيب سننتظر أمر العظيم وموقف التحسيب. رباه يا الله إني أرتجف جزعا من وقفة الحساب والتحشير. اللهم احسن الخاتمة وارحمنا جميعا يا أرحم الراحمين، ولا إله إلا أنت سبحانك ربي إني كنت من الظالمين.